الفيديو ده هيكون الجزء الاول من سلسلة فيديوهات ما هو البانل، والسلسلة دي هتكون باختصار هتبتدي معاك من الكنترول مرورا بكابل ال LVDS لوصول الاشارات والجهود الى التيكون او مسطرة البانل، انتهاءا بخروج الجهود والاشارات الى لوحة البانل نفسها. هيكون الشرح عملي ونظري، وهنفهم يعني ايه بانل، وهنفهم هو بيشتغل ازاي، وكمان كل الفيديوهات بتاعتنا هتكون بالترتيب، هنكون مقسمينها اجزاء. من الاخر كل اللي حضرتك عايز تعرفه عن البانل هتعرفه باذن الله من خلال الكورس اللي احنا هنقدمه مع بعض باذن الله. دلوقتي هنبدا الاول بالشرح النظري، وبعد كده نبدا نطبق الشرح العملي، علشان حضرتك لما تفتكر الشرح النظري كنا بنقول ايه، اثناء العملي هتعرف انا بتكلم عن ايه، وهتفهم كويس كل كلمة بقولها. ده غير ان في نصيحة عاوز اقولها لك، وهي انا مش مسؤول عن اي معلومة مش هتوصل لحضرتك بشكل كامل. ليه بقى؟ لان ممكن حضرتك تقدم الفيديو او تتخطى جزء معين من الفيديو. ليه بقى؟ لان الفيديو كله من البداية للنهاية المعلومات مرتبطة ببعض، فما تقولش اسيب المقدمة واخد اخر الفيديو، كل الفيديو من اوله لاخره معلوماته مرتبطة ببعض. ويلا بينا نبدأ شرح الفيديو بشكل نظري الاول. طبعا انا قعدت طول الليل علشان اعمل لك التصميم اللي حضرتك شايفه ده، دي كانت خلفية بيضة وفضلت اجمع لك فيها بالشكل ده علشان تفهم كيف تعمل هذه الدائرة. طبعا المين او البوردة المكونة من 3x1 او 4x1 وكلنا عارفينها يعني، تمام، اللي هي دي شايفينها مع بعض كده، دي بنسميها قطعة 3x1. ليه 3x1؟ قلنا الكلام ده كذا مرة. واحد هو الباور، ركز معايا، شايف الخط اللي انا ماشي بيه بالسهم ده اهو، المكونات دي متعلقة بالباور، وهنا البوست كونفرت او الانفرتر المسؤول عن تشغيل الليدات، يبقى كده 2. 3 هو الكنترول، الجزء اللي حضرتك شايفه ده كله، وده بيكون اهم العناصر اللي فيه هو المعالج والفلاش وكمان ايسيسو، ده بنسميه الكنترول. يبقى كده 3x1، ممكن يكون 4x1. هنضيف في الجزء الفارغ ده التيكون، والتيكون ده صديقي بيكون هو المسؤول عن تشغيل البانل، وهو ده موضوع حلقة النهاردة. كده احنا قدرنا نعرف ما هي البوردة 3x1. نرجع للصورة بتاعتنا او للتصميم ده اللي احنا شايفينه ده، او الجزء ده هو الباور. حتى لو حضرتك ملاحظ ان انا مش مهتم بيه في الرسمة علشان احنا مش هنتكلم عنه. ليه بقى؟ لان لو حضرتك عاوز تفهم الباور ارجع للفيديوهات اللي فاتت هتعرف ما هو الباور. طيب باختصار الباور هيخرج لي جهدين، جهد اللي بيغذي الليدات زي ما احنا شايفين الليدات اهي مساطر الليد ايا كان نوع الليدات، وجهد اللي بيتقسم لجهود مختلفة وده بيكون 12 فولت. الجهد اللي بيغذي البوست كونفرت او دائرة الانفرتر ده بيكون من 20 فولت الى 40 فولت. وتيجي بقى هنا دور دائرة البوست كونفرت، ودي اللي بترفع الجهد او الفولت الى ارقام ممكن يوصل ل 100 او 110 فولت على حسب سحب الليدات او الليدات هتسحب كام فولت. طيب نيجي هنا للمهم، واحد هيسألني سؤال مهم جدا جدا وهيقول لي انت ليه جاي تتكلم عن ال 12 فولت او جاي تتكلم عن الكنترول، ليه ما نتخش في البانل على طول؟ هقول لك لا يا صديقي. ليه بقى؟ لان البانل هو اللي بيعتمد على ال 12 فولت. ما هو اللي انت عايزه هنا مش انك تعرف البانل بيشتغل ازاي فقط، انت عايز تعرف ايه الاعطال اللي ممكن تحصل بسبب البانل، يعني لما يجي لك عطل خطوط او عطل بكسل او عطل كذا او كذا، ازاي تحدد العطل في البانل ولا في التيكون ولا في الكنترول، لان ممكن يظهر لك عطل سببه في الكنترول وحضرتك تروح تشتغل في مسطرة البانل او في التيكون وتبوظ الدنيا. فلازم نجيب الموضوع من البداية، علشان كده ده هيكون الجزء الاول. هنا ال 12 فولت زي ما احنا شايفين كده من خلال الرسمة رايحة فين؟ رايحة على عدة اماكن. فين العدة اماكن دي يا باشمهندس؟ هقول لك يا صديقي، بس الاول لازم نفهم ان في حاجة اسمها نبضة. طيب تحب نجيبها من ال 12 فولت ولا نجيبها من النبضة؟ اهي النبضة وهي ال 12 فولت. انا بفضل ان احنا نجيبها من النبضة. ليه بقى؟ لان اول ما حضرتك بتحط الفيشة في الكهرباء بيوصل بشكل مباشر بدون نبضة، بيوصل بشكل مباشر 12 فولت بتخرج من الدايت شوت كده، ده اسمه دايت شوت، ده اللي بيخرج ال 12 فولت. وطبعا ال 12 فولت بتخرج وبتروح برضو بشكل مباشر الى مين؟ الى منظم جهد، وبتروح مرة اخرى او من خط اخر بنفس المسار الى اي سي الصوت، وبتروح معاك الى عدة أمان. طيب ليه بقى انا ذكرت ان احنا نجيبها من عند النبضة؟ علشان في جهدين مهمين جدا جدا جدا، اول ما بياخدوا نبضة
الجهاز بيبدا يشتغل معاك. طيب نروح للنبض. شايف لوحه المفاتيح دي يا صديقي؟ دي ممكن تلاقي مثلا لوحه منفصله يعني عباره عن زرار فقط، وفي لوحه بتبقى فيها الزراير والسنسور. المهم السنسور والزراير ده بيكونوا واخدين 5 فولت بشكل مباشر، يعني لو رحنا على منظم الجهد ده هنلاقيه بياخد ال 12 فولت يحولها ل 5 فولت، تروح بشكل مباشر على مين؟ على السنسور او لوحه التحكم بمعنى اصح. ونيجي هنا لدور لوحة التحكم. مش المفروض حضرتك بتمسك الريموت او الزراير الخاصة بالشاشة اللي عندك، واول ما بتضغط على الزرار او تشغل من خلال الريموت لمبة البيان لو كانت منورة لون معين بيتغير لونها وبيبدأ الجهاز يشتغل معاك؟ كل ده بيحصل بايه؟ بعد امر التشغيل او عملية الاون اللي حضرتك بتعملها من خلال الريموت او من خلال البريستات. طيب دي بنسميها ايه؟ دي بنسميها النبضة. اول ما بندي نبضة للجهاز بيبدأ الجهاز كله يشتغل. واحد هيسألني سؤال وهيقول انا ملاحظ ان المعالج واخد 3.3 فولت. ده كده هنروح له دلوقتي، بس مش واخد 1.8. ال 1.8 من 10 اللي المفروض بتدي امر لكل بيانات البروسيسور او المعالج انه يشتغل. طيب ازاي بياخد النبضة مع ان هو المسؤول عن تشغيل كل المكونات وكل الوظائف اللي موجودة في هذا الجهاز؟ هقول لك يا صديقي. اولا المعالج ملهوش علاقة بالمكونات اللي داخل الباور. نقولها مرة تانية، المعالج ملهوش علاقة بالمكونات اللي موجودة داخل الباور، يعني ليس مرتبط باي عنصر الكتروني داخل الباور، علشان بس نكون فاهمين كل حاجة بالظبط. نيجي بقى هنا للفلاشة. قبل ما نعمل اي حاجة لازم نروح لل 12 فولت اللي المفروض اتخفضت ل 5 فولت، اللي المفروض راحت على منظم جهد اتحولت من خلال هذا المنظم الى 3.3 وراحت لمين؟ للفلاشة. ليه بقى؟ لان الفلاشة هي اللي بتدي نبضة لهذا الترانزستور وهذا الترانزستور علشان يعمل عملية اون او يفتح معاه. اشمعنى؟ هقول لك. تعال نجيبها ايه من الاول بقى. احنا كده فهمنا، دخلنا يعني في نص الموضوع علشان لما نكمل الشرح تبقى فاهم انا بقول ايه. اللي احنا شايفينه قدامنا ده سوكت ال LVDS، كابل ال LVDS ده الكابل اللي المفروض بياخد جهد واشارات ويروح يوديها للتيكون. ولازم تركز لي بقى على كلمه التيكون، ما تقولش البانل، قول التيكون. وبعد كده التيكون يرحلها مثلا على مسطره البانل ويوصلها للبانل نفسه، او يوصلها على مسطره البانل اللي اصلا مدمج فيها التيكون، وبعد كده يرحلها الى مين؟ الى البانل نفسه. الخلاصه نروح لهذا المنظم. المنظم بدأ يعمل تحويل للجهد او تخفيض للجهد وخلاه يخرج معاك في نطاق الخمسة فولت. ليه بقى؟ لان ال 12 فولت خرجت من مين؟ من الدوت شوت كده وراحت على IC الصوت. تمام؟ راحت على IC الصوت. دي راحت بشكل مباشر، مفيش اي حاجز ليها، يعني مفيش ترانزستور هنا علشان يعمل لها عملية اون او اوف. رايحة تاني ال 12 فولت برضو هنا على كابل ال LVDS. طبعا رايحة من خلال ترانزستور. ال 12 فولت وصلت على هذا الطرف وخرجت من هذا الطرف، والطرف ده هو اللي بيكون عليه النبضة. بمجرد ما بيحصل نبضة على الطرف ده بيحصل اتصال ما بين الطرف ده والطرف ده، يمرر معاك ال 12 فولت زي ما هي على كابل ال LVDS. طيب نروح لمين؟ للمنظم اللي المفروض حول ال 12 فولت الى مين؟ الى 5 فولت. مفيش مصدر اخر بياخد 12 فولت غير اللي احنا ذكرناهم دلوقتي واللي احنا شايفينهم قدامنا. ال 5 فولت راحت على ملف، تمام، وخرجت من الملف الى عده اماكن. اول مكان هو لوحه التحكم، ودي رايحة بشكل مباشر، يعني اول ما الفيشة بتشتغل 5 فولت بتخرج على طول من منظم الجهد وتروح على لوحة التحكم، بدليل ان حضرتك اول ما بتوصل الجهاز بالكهرباء لمبة البيان بتنور معاك، ومن هنا نقدر نقول لوحة التحكم خدت ال 5 فولت بشكل مباشر. ايه المصدر التاني اللي ال 5 فولت بتروح له؟ المصدر التاني زي ما احنا شايفين كده ال 5 فولت رايحة على منظم جهد اخر، والمنظم ده بيخرج معاك 1.2 بتروح برضو الى كابل ال LVDS، ودي برضو بتروح بشكل مباشر، يعني مش محتاجة نبضة علشان تروح، دي موجودة عليه بشكل مباشر. بتروح فين تاني ال 5 فولت؟ بتروح معانا على منظم جهد من فئة ال 1117، وده شكله، وبيكون مدون على جسمه هنا 3.3 او ممكن تلاقي 33. ده معناه ان المنظم ده بيخرج 3.3. الطرف ده هو الطرف ده زي ما احنا شايفين كده، هو الطرف ده، وده طرف الداخل وده طرف الارض. المهم ان خرج منه 3.3 راحت على مصدرين، الاول هو المعالج والتاني هو الفلاشة، ودي الفلاشة المسؤولة عن تخزين البيانات الخاصة بسوفت وير الجهاز، ده غير ان هي المسؤولة عن البدء الخاص بتشغيل الجهاز، البدء اللي في الاول خالص يعني اللي بتبدأ تخلي البروسيسور يشتغل، الفلاشة هي المسؤولة عن هذه العملية. ده غير انك ممكن تلاقي جهاز جاي لك عليه لمبة حمراء، كل الجهود سليمة، مفيش اي مشكلة، مفيش اي حاجة عاملة قصر في الجهاز او في قطع في اي مسارات، وتلاقي هنا ان الفلاشة مش بتدي امر للجهاز انه يشتغل، لان هي المفروض تدي امر
لهذا الترانزستور انه يعمل عملية اون. ليه بقى؟ لان ده المصدر التاني. زي ما ذكرنا كان مصدر هنا بياخده 5 فولت بشكل مباشر، ركز بشكل مباشر من الملف ده من الخمسة فولت يعني، وراحت على كذا مصدر في مصدر اخر وهو اليو اس بي ومنظم جهد اخر. طيب نروح هنا لهذا المسار، بتلاقي في مسار موجود عليه ترانزستور بياخد جهد الخمسة فولت ويخرجها بعد ما بياخد نبضة. طول ما مفيش نبضة على هذا الطرف معنى كده ان الخمسة فولت اللي واخدهم الترانزستور مش هيخرجهم، ما خدش امر تشغيل، فبالتالي الخمسة فولت موجودة هنا. اول ما بيحصل نبضة الترانزستور بيعمل عملية اون، بيفتح، بيبدأ الجهد يمر من خلال الترانزستور ويروح معاك الى اليو اس بي. طيب مش مهم قوي انه يروح لليو اس بي قد ما هو مهم انه بيروح لمين؟ بيروح لهذا المنظم. في ملحوظة صغيرة عايز اقولها لحضرتك هنا، طبعا احنا شايفين مع بعض ان هنا بيروح 5 فولت، انا مش راسم لك الموجب والسالب علشان ما نخليش الرسمه تبقى متلخبطه. هنا بيكون في ارضي معروفه يعني على اليو اس بي و5 فولت على اليو اس بي، وفي طرفين تانيين هما البيانات. طيب الطرف الارضي والطرف اللي الكهرباء موجب وسالب يعني، لو حصل تلامس ما بين اطراف اليو اس بي بيعمل معاك هنا دائره قوس، فبالتالي الجهاز مش هيخرج معاك ال5 فولت من هنا، يعني الترانزستور مش هيخرج ال5 فولت، فبرضه ال5 فولت مش هتخرج من المنظم ده لان مش هتبقى داخلاله علشان تخرج منه 1.8 اللي بتشغل المعالج، فهتلاقي في مشكله عندك في الجهاز سببها اليو اس بي. المهم نروح هنا لباقي الشرح بتاعنا. خلاص بعد ما ادينا نبضه لهذا الترانزستور هناخد ال5 فولت تروح على منظم جهد نفس فئه المنظم ده اللي هو ال1117، ولكن ده بيكون القيمه بتاعته 1.8، وطبعا هي مش مكتوبه على مجسم هذا المنظم علشان الصوره دي لقيتها كده. ما علينا، المهم خرجت معانا 1.8 فولت، راحت لمين؟ للمعالج. كده المعالج يبدا يدي امر او بيدي اوامر لكافه وجميع المكونات ان هي تشتغل، واهمهم الاشارات اللي بتروح للبانل. بمجرد ما بندي امر تشغيل من لوحه التحكم بيحصل ايه؟ بيحصل ان الفلاشه بتدي امر للترانزستور ده والترانزستور ده ان هما يشتغل. ساعتها بيمر جهد 1.8 على المعالج ويمر جهد 12 فولت على البانل، واهم حاجه ال 12 فولت اللي بتروح لمين؟ للتكون، التكون اللي المفروض بيشغل البانل. طيب ده كان الشرح النظري، نروح نطبق كلامنا بشكل عملي. بس قبل ما نروح للشرح العملي في حاجة صغيرة كده ممكن تكون حضرتك شايفها، وهي ايه؟ وهي ليه انا عامل الخط ده، او ليه موجود مقاومة هنا خارج ال 12 فولت وراح على ترانزستور صغير وراح على الفوتوكابلر. بغض النظر على رقم الترانزستور، هو مش الرقم ده بس انا حاطط رسمة توضيحية، ولكن ده بيكون ترانزستور رقمه 431 وده التي ال 431 المسؤول عن عملية الفيدباك مع الفوتوكابلر والمقاومة دي. هنا بيكون في مقاومة بتاخد بيانات وترسلها لمين؟ للتي ال 431 علشان هذا الترانزستور او شبيه الترانزستور يعني يقوم بارسال البيانات دي الى اوامر لمين؟ للفوتوكابلر، عشان الفوتوكابلر يقول الباور او يدي اوامر للمذبذب تحديدا يعني انه يخفض الجهود علشان الجهود مثلا اعلى من 12 فولت، او يرفع او يزود الجهود يعني علشان الجهود اقل من 12 فولت، او يثبت زي ما هو علشان الجهود مظبوطة 12 فولت وخليك على وضعك ما تزودش ولا تقلل لان الجهود هنا موجودة بشكل سليم، ودول بيكونوا مسؤولين عن عملية الفيدباك او التغذية العكسية. يلا بينا نروح للشرح العملي. دلوقتي احنا على الشرح العملي، اولا احنا قلنا من شوية ان ده الباور وده مش موضوعنا نهائي، تمام؟ ثانيا قلنا ان في دايت شوتكي بيخرج جهد 12 فولت ودايت اخر بيخرج من 20 الى 40 فولت. هنروح دلوقتي للافوميتر ونبدا نفحص الكلام ده كله بشكل عملي. ثانيا قلنا ان هنا المعالج والفلاشه، دي الفلاشه وده هو المعالج، ومنظمات الجهد اللي ذكرناها اهي، ده وده وده، واحد تاني المفروض يكون موجود هنا. طبعا انا ركبت المنظم اهو، ونبدا نرجع لورا ونشوف كل محتويات الجهاز. دي المين او الكارته التلاتة في واحد، ودي كارتة التيكون او مسطرة البانل، تمام كده يا صديقي؟ وهنا دي لوحة التحكم، زي ما قلت لحضرتك انك ممكن تلاقي السنسور ولمبة البيان والزراير نفسها كلهم في قطعة واحدة زي دي، وممكن تلاقي العكس، ممكن تلاقي دول في قطعة لوحدهم ودول في قطعة لوحدهم، ولكن النتيجة واحدة. نيجي هنا للقياسات بالافوميتر. عايزك هنا تركز لي على لمبة البيان، زي ما احنا شايفين كده مع بعض ان لمبة البيان مدية اللون الاحمر، الجهاز كده مش في وضع الاستعداد، يعني الجهاز لسه في وضع الستاند باي. نروح على الجهود،
قلنا ان الشوبر بيخرج 12 فولت، هنا في شوت كدايت موجود عليه تبريد، وممكن تلاقي في بوردة اخرى مش موجود عليه تبريد، في النهاية انه بيخرج لك 12 فولت. عذرا انا ما وصلتش الارض بتاع الافوميتر، لازم الافوميتر يكون مظبوط على الدي سي الجهد المستمر، ونوصل الارضي في علبة التيونر. ليه بقى؟ لانك كده كده هتفحص خارج الشوبر براحتك بقى، يعني اعمل اي حاجة بمقاس الموجب في اي مكان تقدر تفحص وتقيس. يعني نيجي هنا على ال 12 فولت، اهي موجودة 12 فولت، ونيجي على الجهد اللي المفروض بيغذي البوست كونفيرت في نطاق ال 20 فولت. تمام، معنى كده ان كل الجهود اللي خارجه من محول الشوبر خارجه بشكل صحيح بدون اي مشاكل. نروح على منظمات الجهد، ودول اهم حاجه في مين؟ في هذه الاجهزه. منظمات الجهد يا صديقي هي الاساس في كل ده، هي اللي بتخفض ال 12 فولت اللي المفروض بتغذي المعالج، اللي المفروض المعالج بيدي اوامر للتيكون انه يشغل مسطره البانل. فلازم تكون عارف وحافظ وفاهم كويس جدا جميع منظمات الجهد. كنت عملت عنهم فيديوهات، ولكن انا حاسس ان الفيديوهات دي ما اتشافتش كويس، او بمعنى اخر انا ما ذكرتش جميع انواع منظمات الجهد، ولكن ببشرك اني انا عملت فيديو وحاليا هو في المونتاج ان شاء الله ينزل قريب عن جميع انواع منظمات الجهد. انتظر الفيديو قريبا باذن الله. نيجي هنا على منظمات الجهد دي. فاكر لما قلت لك ان في منظم جهد 1117 بياخد 5 فولت ويخرجها 3.3 بتروح بشكل مباشر على الفلاش وتروح على المعالج؟ تعالوا كده الاول نشوف ال 12 فولت دي رايحه على انهي منظم جهد. شايف المنظم ده اهو، نعمل زوم عليه كده اهو يا صديقي، شايف المنظم ده؟ دايما المنظم اللي بيكون بالشكل ده بتلاقي معاه ملف، يعني مثلا اهو منظم تاني اهو ومعاه ملف. المنظم ده بياخد ال 12 فولت من الطرف ده ويخرجها لك من الطرف ده 5 فولت. تعالوا نشوف كده شاشه الافوميتر، انا بحاول اجمع لك الاثنين مع بعض، فسامحني بقى على الصوره. بص كده هنا، ده دخل ال 12 فولت اهي، مره ثانيه اهي ال 12 فولت، والطرف اللي في النص اهو بيخرج ال 5 فولت، وال 5 فولت دي بتروح لمين؟ لمنظم الجهد ده اهو، شايف 5 فولت هي اللي موجوده على الملف ده راحت على الطرف ده، وبرده ال 5 فولت راحت على المنظم ده، شايف يا صديقي اهي 5 فولت. تمام، خرجت كام؟ 1 اهو، قريب من 1.2 اهي. تمام، كل ده ما قبل النبضة، انا لسه ما اديتش نبضة للجهاز. واحد هيقول لي ما في منظم جهد تاني انت لسه مركبه دلوقتي، اللي هو يعني كان راكب وانا شلته وركبته دلوقتي تاني. المهم المنظم ده المفروض بياخد 5 فولت، تمام، ويخرجها 1.8 علشان تغذي المعالج. المعالج لحد وقتنا هذا لا يعمل، ما خدش جهد التشغيل. قلنا برضو ان 3.3 قبل النبضة بتروح لمين؟ بتروح للفلاشة. نشوف مع بعض كده اهي، ال 3.3 موجودة على الفلاشة ولسه احنا في وضع الستاند باي. طيب تعالى كده نديله نبضة اهو، كده المفروض الجهاز في وضع التشغيل. نروح على منظم الجهد ده نشوفه خد ال 5 فولت ولا لا، اهو خد ال 5 فولت وخرجها كام؟ وخرجها 1.8 اهي، يعتبر 1.8، ونلاقي برضو هنا ده طبعا اهم حاجة عندنا، ال 12 فولت اللي بتروح للبانل اهي موجود، ال 12 فولت اللي على كابل ال LVDS موجودة بدون اي مشاكل اهي. نشوف التيكون، خلاص احنا كده خدنا الجهود، مش عايزين البوردة في حاجة، اركنها بس على جنب، طبعا هي شغالة يعني. ونروح على مسطرة البانل او التيكون، نلاحظ مع بعض كده ان مسطرة البانل اللي معايا دي مسطرة، هنا كان المفروض في كوف راكب في المنطقة دي، والكوف ده رايح على طول على البانل نفسه، فبالتالي ده مش تيكو، دي مسطرة بانل بشكل ايه؟ بشكل مصغر. مرات بتلاقي المسطرة بشكل طويل وموجود عليها مكونات وعناصر الكترونية زي اللي موجودة هنا، فبالتالي دي بتسمى مسطرة البانل، والجهاز اللي بيكون فيه التشبيه ده ما بيكونش فيه تيكو، انما التيكو بيكون عبارة عن قطعة صغيرة، ممكن تكون اصغر من دي او في حجم دي او اكبر شوية، المهم بيكون وصل لها كابل ال LVDS اللي جاي من البوردة اللي كانت معانا من شوية، وبعد كده بيخرج منها برضو سوكت كابل مش كوف، بيكون في كابل برضو راكب فيها وبيروح على مين؟ وبيروح على مسطرة أخرى، والمسطرة دي بتكون فارغة ولكن بيكون عليها كوفات، والكوفات بتاخد البيانات والجهود وبتنقلها للبانل نفسه. وزي ما احنا عرفنا ان ده هو التيكون او مسطرة البانل، فهنبدأ مع بعض نتعرف على اشهر العناصر الالكترونية اللي موجودة في هذا التيكون، وكمان
نتعرف على اشهر الاعطال اللي ممكن تقابلك بسبب عنصر تافه صغير يعمل معاك سبب كبير في البانل. ده غير ان احنا نتعرف على اشهر الاعطال زي اعطال البكسلة اللي بتبقى موجودة في الشاشات واعطال الخطوط بجميع انواعها، وازاي كمان نحل هذه المشاكل. ده كان الجزء الاول، انتظرونا في الفيديوهات القادمة، اشوفكم على خير في الفيديو القادم، مع الف سلامة.